بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قصة تحويل القبلة والدروس المستفادة، أو إن شئت فقل دروس وعبر من قصة تحويل القبلة. ها هو شهر شعبان أيها الأحبة الكرام الذي نحن بصدده الآن، هو شهر النفحات والبركات، شهر يغفل عنه الناس كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، شهر فيه ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، شهر حدث فيه حدث عظيم ألا وهو قصة تحويل القبلة. قصة تحويل القبلة: ففي السنة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليمات، في وبالتحديد في رجب وشعبان من هذه السنة، نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهو أول نسخ وقع في الإسلام كما قال ابن القيم في زاد المعاد. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد، فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ونزل بعد 16 شهرا من مقدمة أو من مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة قبل وقعة بدر، وذلك كان بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. أما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنها الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ممن ينقلب على عقبيه. إذن أيها الأحبة الكرام، فها هو شهر شعبان المبارك الذي نحن بصدده الآن، وقد أمرنا أن نلتمس من نفحاته وبركاته ما يذكرنا بالله تبارك وتعالى إذا نسينا، وينبهنا إذا غفلنا، ويحثنا على فعل الطاعات والخيرات واجتناب الذنوب والسيئات، حتى نستعد لأعظم نفحات الخير في شهر رمضان المعظم. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يهتم بشهر شعبان اهتماما كبيرا، فكان يخصه بمزيد من العبادة والطاعة، ويكثر فيه من الصيام، ولا أدل على ذلك من قول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه في شعبان، ولعله أشبه ما يكون بالتدرب على استعادة الهمة واستحضارها في شعبان، ولعلها تهيئة وتوطئة لصيام شهر رمضان، أو إن شئت فقل كالنافلة للفرض، كما نحن نصلي مثلا نوافل العبادات مثلا الصلاة
السنن المؤكدة قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتين، أو قبل أو بعد المغرب ركعتين، أو مثل هذه السنن. فكذلك كأن الإكثار للحبيب صلى الله عليه وسلم لصيام شعبان كالنافلة لشهر رمضان، وصيام رمضان معلوم أنه فرض وواجب على الأمة. إذن أيها الأحبة الكرام، شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، الأعمال إلى رب العالمين. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم، كما في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومما لا شك فيه أن العطايا الربانية والنفحات الإلهية للأمة المحمدية في شهر شعبان أكثر من أن تحصى أو تعد. وإن من الأحداث العظيمة التي لا بد وأن يكون لها الاهتمام، وهو حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الحرام، كما ذكرت القصة آنفا في مطلع الكلام. ذلكم الحدث الذي يعد من أبرز مظاهر التكريم الإلهي للحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث استجاب الله تبارك وتعالى فيه لرغبة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وحقق له أمله ورجاءه بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. والمتدبر بين الاعتبار والعظة في حادث تحويل القبلة يقف على الكثير من الدروس المستفادة من هذا التكريم الإلهي للحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الدروس: أولا، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الاستجابة لله تبارك وتعالى وللحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي على كل حال في العسر واليسر والمنشط والمكره، أي فيما تقبل إليه النفس وتميل، أو فيما تكره وتتثاقل. فلقد كان المسجد الأقصى هو قبلة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو قبلة الحبيب والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم 16 شهر يصلوا إلى البيت المقدس، أو 17 شهر. وكان صلى الله عليه وسلم يرجو أن تكون القبلة قبل المسجد الحرام، فتطلع صلى الله عليه وسلم إلى السماء واشتد شوقا إلى نزول الوحي عليه بالتوجه إلى بيت الله الحرام، لأنه قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. فاستجاب الله عز وجل لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يتوجه في صلاته إلى الكعبة المشرفة، ونزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وعلى الرغم من أن الأمر بتحويل القبلة كان من الأمور التي يصعب الإيمان بها، إلا على من وفقهم الله تبارك وتعالى وشرح الله تبارك وتعالى صدورهم للحق، حيث يقول تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إلا أن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في سرعة الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد صدور الأمر الإلهي بالتحول في الصلاة إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، استجاب المؤمنون لهذا الأمر وتحولوا وهم في داخل الصلاة. سبحان الله، فما انتظروا حتى تنتهي الصلاة، وما ترددوا في امتثال الأمر، وإنما تحولوا في الحال وهم على هيئة الركوع من بيت المقدس إلى البيت الحرام. في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستذاروا إلى الكعبة. كل ده إمتى؟ وهم في داخل الصلاة. سبحان الله، وهكذا القلوب الطاهرة.
يكفيها أن تعلم أن هذا الأمر من الله فتستجيب وتمتثل وتلبي دون أدنى تردد أو تسويف، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والمعنى أي إنما يستجيب لأمر الله عز وجل ويلبي النداء وينقاد للأمر من سمع بقلبه سماع فهم وتطبيق، وهم أصحاب القلوب الحية. أما الذين ماتت قلوبهم فنسأل الله عز وجل العفو والعافية والهداية والتوفيق. إذن أيها الأحبة، لابد لنا من الاستجاب لله تبارك وتعالى ولرسول صلى الله عليه وسلم بدون أدنى تردد. كذلك من الدروس المستفادة عظيم مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه وبيان منزلته عند ربه عز وجل. مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه عند ربه تبارك وتعالى، وهو ما يتجلى في قول الله تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه: فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا تماما كما قال الله تبارك وتعالى له في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وليس ذلك غريبا ولا مستغربا، ألم يقل الله تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لابد لنا من تعظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس المستفادة وسطية أمة الإسلام. ثالثا وسطية أم الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا من الدروس المستفادة من قصة تحويل القبلة، فلقد أصل هذا الحدث العظيم مبدأ وسطية هذه الأمة. فوسطية الأمة هي وسطية شاملة جامعة، وسطية في الاعتقاد والتصور، في الشعائر والتعبد، في الأخلاق والسلوك، في النظم والتشريع، في الأفكار والمشاعر، بعيدا عن الغلو والتقصير أو الإفراط والتفريط. ثم إن شهادة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم على قدر ما ترمز إليه من التكريم، فإنها تقتضي أن تكون الأمة أهلا لهذه الشهادة. يقول صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال له صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. وهذا هو نوح عليه السلام. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم عن سيدنا نوح: محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. يعني أمة الإسلام تشهد على أمة سيدنا نوح عليه السلام. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن،
قال ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. يقول عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نعود إلى الوسطية التي شرفنا الله عز وجل بها، وأن نكون حقا وسطيين في جميع شؤوننا دون إفراط أو تفريط. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما أمر الله عز وجل في الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى الجهتين، لا يبالي أيهما أصاب، الإفراط أو التفريط. ومن هنا يجب أن نكون مع التيسير والسماحة لا مع التسيب والتفريط، ومع الالتزام الديني والقيم والأخلاق دون أي تشدد أو تطرف. كذلك من الدروس المستفادة من قصة تحويل القبلة بيان مكانة الصلاة وأهميتها، بيان مكانة الصلاة وأهميتها. ربط القرآن الكريم بحادثتين هامتين في تاريخ الإسلام، وهما حادثة الإسراء والمعراج حيث فرضت الصلاة من فوق سبع سماوات، وكذلك حادثة تحويل القبلة. وفي هذه الحادثة سماها القرآن الكريم إيمانا، كما في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الإيمان هو الإيمان هنا في هذه الآية هو الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. حيث ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الذين ماتوا من الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، فخشي إخوانهم على صلاتهم تجاه بيت المقدس فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطمأنهم الله عز وجل بهذه الآية، كما في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان الذي مات على القبلة كان قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولعل في ذلك إشارة إلى مكانة الصلاة من الإيمان، فهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن أضاعها فهو على خطر عظيم، وهي الصلة بين العبد وربه، من أقامها فقد أقام الدين، ركن عظيم من أركان الإسلام. من أجل ذلك دعا إليها الإسلام ورغب فيها وحث على إقامتها والمحافظة عليها ورتب على أدائها الأجر العظيم. قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد وعد الله عز وجل المحافظين على صلاتهم بالفردوس الأعلى، قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصلاة تطهر القلوب وتغسل الذنوب وتمحو الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن الصلاة الصلاة أيها الأحبة الكرام، كما أوصى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد أو من الدروس والعبر من قصة تحويل القبلة الرباط الوثيق بين المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد الأقصى بالقدس الشريف، إظهار العلاقة القوية بينهما
حيث جعلهما الله سبحانه وتعالى شقيقين. المسجد الحرام هو أول مسجد وضع لعبادة الله تبارك وتعالى في الأرض. المسجد الأقصى هو ثاني المساجد. في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. لقد ربط تحويل القبلة بين المسجدين كما ربط الإسراء والمعراج بينهما. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن ثم يجب على الأمة أن تسعى لحماية المسجد الحرام والمسجد الأقصى وعدم التفريط في أي منهما، فهما أمانة في أعناق المسلمين جميعا إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. ولن تستطيع الأمة أن تحافظ على مقدساتها إلا بالاعتماد على الله عز وجل وتقواه أولا، ثم بوحدة صفها وبامتلاك أسباب القوة من خلال المكان. إنما هو اختبار للعقيدة الصلبة والإرادة القوية والثقة في الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن يحول الله تبارك وتعالى أحوالنا إلى الأفضل والأصلح في كل مجالات الحياة، فعلينا أن نغير من أنفسنا بحسن التوكل على الله عز وجل واللجوء إليه، وأن نعمل ونكد وأن نتحول من الهدم إلى البناء، ومن البطالة والكسل إلى مزيد من العمل والإنتاج، ولنتحول من التشدد والغلو إلى السماحة واليسر، ومن الجمود والتقليد إلى التأمل والتكفير. لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن أيها الأحبة الكرام، كان هذا هو اللقاء الذي بعنوان دروس وعبر من قصة تحويل القبلة. ذكرت من الدروس المستفادة من هذه القصة المباركة: وأولا الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا عظم مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه عند ربه، ثالثا وسطية أمة الإسلام، رابعا بيان مكانة الصلاة وأهميتها، خامسا الرباط الوثيق بين المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد الأقصى بالقدس الشريف. الخلاصة والتطبيق العملي: علينا أن نسعى للاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك علينا أن نتأدب وأن نعظم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عظمه ربه تبارك وتعالى، كذلك علينا أن نهتم بأداء هذه الصلوات الخمس، كذلك علينا أن نسعى لنصرة المسجد الأقصى وأن يعود إلى الملكية التامة للمسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.